زي ما عودناكم معانا في برنامج الابطال بنجيب لكم كل ما هو انجاز وكل ما هو بروميسنج او واعد انه في يوم من الايام هيقدر ان شاء الله يحط مصر في المقدمه. في البدايه برحب باميره انديل بطله العالم للناشئات في الخماسي الحديث تحت 19 سنه واللي لعبت في واللي اتلعبت البطوله دي في اسكندريه. اهلا بك يا اميره. اهلا. منورانا ومبروك. شكرا. الله يبارك حضرتك. معانا بقى مدربها اللي هو طبعا يعني بيبقى شريك في هذا الانجاز، وعلى فكره هو كان مدرب الجندي ومدرب اميره. اميره شاركت في الاولمبياد وراح معاهم طوكيو 2020 واحد المدربين العظام في هذا المجال، وبيمرنها في الجري. معانا الكابتن هشام سليمان. اهلا بك كابتن هشام. اهلا بحضرتك. مقدمتي سليمه ولا لا؟ لا تمام. تمام. اجي لك يا كابتن. يمكن الخماسي لعبه صعبه جدا وفروعها خمس فروع، ولازم اللاعب يتفوق في الخمسه، ممكن تيجي واحده قبل واحده او تيجي بس في التوتال بيجمع درجات. ولكن يعني انتوا بتعملوا ايه؟ بتمرنوا اللعيبه ازاي؟ والله احنا ده طبعا هو ده راجع من اول الناشئين، بيبدا الولاد بتتعود على النظام دوت من هم صغيرين. يعني احنا تحت 8 سنين وتحت 10 سنين بنبدا الولاد بتشارك في الثنائي سباحه وجري بس، بعد شويه بيدخل لعبه الرمايه بتبقى سباحه وجري ورمايه، بعد 16 سنه بنبدا ندخل السلاح او عند 14 سنه بيبدا يدخل السلاح، وبعد 18 سنه في الكبار بيدخل الفروسيه. 9 سنين بتجهزوا اللعيب. احنا عندنا اولاد تحت 8 سنين دلوقتي. ما شاء الله. يعني بيقعد فتره 9 سنين يجهز عشان يوصل زي اميره كده. بيلعب بيبدا ثنائي بس لو. فالخمس لعبات ما بيلعبهمش مره واحده طبعا، هو تدرج في الالعاب مع الوقت، كل لعبه كل فتره بيبدا يدخل لعبه ثانيه، بيحصل تكيف على الخمس لعبات، بعد فتره بيبقى الولد بيمارس الخمس لعبات بشكل طبيعي جدا. لعبه صعبه. طب خلينا نطلع تقرير اعزائي المشاهدين عملناه عن اميره وعن انجازات الخماسي. خلينا نشوف التقرير وجه حضراتكم. نجحت أميرة قنديل لاعبة منتخب الوطني للخماسي الحديث في اختراق عالم الكبار والمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي أقيمت بالعاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 من يوليو وحتى 8 من أغسطس الماضيين. وقدمت قنديل مستوى مميز خلال الدورة الأولمبية بالرغم من صغر سنها، حيث إنها من مواليد 21 من فبراير عام 2003، أي أنها كانت قد أكملت عامها 17 وبضعة أشهر، واختتمت مشاركتها في المركز 29 برصيد 1221 نقطة. بدأت أميرة قنديل مشوارها الرياضي منذ أن كانت في عمر 9 سنوات، حيث قامت بممارسة السباحة حتى أصبحت جزءا من حياتها، لتحصل على أول ميدالية على مستوى الجمهورية عام 2015. لينصحها مدرب اللياقة البدنية بالاتجاه إلى لعبة الخماسي الحديث لتشارك بها وتتأهل للعديد من النهائيات. شاركت قنديل في العديد من البطولات الدولية، حيث شاركت لأول مرة في بطولة العالم للبياثل والتراثل بجورجيا عام 2015 لتفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية للناشئات تحت 13 سنة. كما شاركت في بطولة العالم لليزر رام بالبرتغال للناشئين تحت 15 سنة في عام 2016 ضمن بعثة المنتخب المصري لتحصل على المركز الثاني. وفي نفس العام حققت المركز الثالث في بطولة العالم للتراثل سباحة وجري ورماية بأمريكا. وفي السنة التالية شاركت في بطولة العالم بإسبانيا وحققت الميدالية البرونزية، ثم شاركت في بطولة العالم لليزران بجنوب إفريقيا وحققت الميدالية الفضية تحت 16 سنة. كما شاركت كذلك في بطولة العالم للخماسي بالقاهرة 2018 ضمن المنتخب الوطني وحصلت على المركز العاشر. استطاعت أميرة قنديل التأهل إلى أولمبياد طوكيو بعد تقدمها في الترتيب العالمي، حيث احتلت المركز العاشر في منافسات نهائي كأس العالم للخماسي الحديث. وعقب المشاركة في أولمبياد طوكيو استطاعت أميرة قنديل التتويج بأربع ميداليات في بطولة العالم للشباب والتي أقيمت بالإسكندرية خلال الفترة من 13 وحتى 19 من سبتمبر الماضي، حيث حصدت ذهبية تتابع الآنسات وذهبية الفردي وفضية الفرق وبرونزية زوج المختلط، لتخترق أميرة قنديل عالم الكبار في الخماسي الحديث بكل قوة، وأصبحت من الأسماء الرنانة في اللعبة وأحد المرشحات للمنافسة على ميدالية أولمبية في باريس 2024.
أميرة، يعني الموضوع صعب قوي، يعني انت بدأت ازاي؟ يعني ما شاء الله في السن الصغير ده وتوصلي الانجازات دي، بدأت الخماسي ازاي؟ انا في الاول خالص بدأت سباحة، دي كانت اول حاجة لعبتها فعلا. يعني ما كنتش اعرف الخماسي ده خالص، وبعد كده في مدرب فتنس بتاعي قال لي في حاجة اسمها ثنائي، دي حاجة من ضمن الخماسي، قال لي انت كويسة في الجري وكويسة جدا في السباحة، والسباحة كانت في الفترة دي قوية، البوينتس عليها كثيرة، فجربت اول بطولة خدت فيها تاني، وبعد كده اللي هو ثنائي جري وسباحة اول بطوله خدت تاني وبعد كده بطوله ده دي حلوه دي انا عايز العبها انا اصلا كده ما كانش لسه في دماغي ان انا هلعب خماسي، لا يعني عندي. انت حبيت اللعبه قلت ده انا خدت تاني خلاص انا عايز العبها. يعني بصراحه الخماسي فرصه كبيره قوي واسرع بكثير، يعني انا بجد في السباحه يعني عملت مجهود كبير، وكنتش لسه دخلت المنتخب. انا الخماسي من بطولتين اتاهلت بطوله عالم في جورجيا، اول بطوله عالم ليا كانت باسل وتلياسر، خدت اول هناك، فطبعا دي حاجه كانت في السباحه صعبه جدا، زي ما حضرتك شايف ان السباحه فيها لعيبه كثيره قوي ما بيعملوش اي نتيجه، يعني مفيش حد جاب ميداليه اولمبيه زي الخماسي، ممكن يلعب ويبطل ما يحققش نتيجه دوليه ما بيعمروش فيها كمان. فبصراحه يعني انا يعني بحمد ربنا بصراحه ان انا عرفت الخماسي. بصي، هو ربنا بيسهل لكل واحد طريقه. انت ربنا سهل لك الخماسي، يعني الخماسي انت لقيتي نفسك فيه. طيب خلصنا السباحه والجري وتفوقنا فيهم، زي ما قال كابتن هشام في الاول انه انت بتلعبي ثنائي وبعد كده بتضيفي لعبات، بعد كده ضفتي ليكي ايه بعد رماية. قعدوا هناك في البطوله بطوله العالم في جورجيا دي 2015، انا بدايتي في الخماسي 2015، فقالوا لي جيبي طبانجه من هناك وابداي خشي الثلاثي، انت كويسه ومفيش لعيبه كتير تقدري ان انت تقدري تخشي بسرعه في اللعبه، فجبت الطبانجه ولعبت اول بطوله خدت فيها خامس، دي كانت فين؟ هنا في القاهره. القاهره تمام. كبطوله جمهوريه. وبعد كده بطوله بعدها خدت اول، دخلت المنتخب بقى من ساعتها. ده احنا بنتكلم في 2015، يعني 6 سنين، يعني انت كان عندك 13 سنه 13 سنه بتلعبي المنتخب. كل ده في سنه، دخلت المنتخب 2016، من 2015 2016. بس خلي بالك يعني الرمايه صعبه، ازاي اتقنتيها؟ بيقول لك اشتروا الطبانجه وتعالي لي عشان اعلمك. طب ازاي يعني بسرعه ازاي اتعلمت كده؟ هي بالتمرين بصراحه، ومدربين بصراحه ساعدوني، يعني الحمد لله ربنا وقف لي مدربين وقفوا جنبي بطريقه يعني ما حدش يتخيلها، كل حاجه كانوا بيساعدوني في كل حاجه، كتمرين كمنتل كراحه ككل حاجه. خلصنا الرمايه، دخلنا على ايه؟ السلاح بقى. صعب يعني لا صعب. السلاح دي صعب. انا دي اكتر لعبه انا بحبها اصلا. طبعا دي بص يعني اقول ايه، اميره عقدتني، انا اقول دي هتبقى صعبه تقول لا دي انا بحبها اكتر. لا اللعبه دي بصراحه يعني ممكن يعني هي يعني في الوقت اللي انا فيه ده كان، او يعني الوقت اللي انا فيه ده دلوقتي بقى يعني اوفرول اللعبه بقت كلها كويسه بالنسبه لي. انت مثلا بيبقى عندك 14 15 سنه ويلبسوكي بدله السلاح ويقول لك تمسكي السلاح كده، في ناس في السلاح بتبتدي من 8 9 سنين. انت في فرق 5 سنين ما لعبتهاش. ايوه بالظبط فعلا، بيبقى صعب يعني انت بتتعلم اللعبه على كبر، ولازم بعد ما تتعلم على كبر تتمرن مع بتوع السلاح وتبقى زيهم. بالظبط، كلامي مظبوط؟ انا اصلا اول مره العب في، يعني اول مره البس بدله في حياتي كانت في بطوله بره، بطوله اوروبا في بولندا، بس لعبت كويس جدا الحمد لله. يعني طب خلصنا السلاح، دخلنا بقى فروسيه. دي فروسيه اكتر لعبه بحبها. الفروسيه يعني انا لسه ما بداتش فروسيه بصراحه كتير قوي، بس هو كان في استعجال شويه، ان انا يعني الحمد لله كنت يعني متفوقه، فكنت بلعب بطولات سينيور وبتاهل فاينل، فكان المفروض ان انا العب عندك فروسيه. عندك حصان ولا بتلعبي فين؟ لا فروسيه بنبقى هي الخيل قرعه دي في البطوله، وغير كده الاتحاد بيوفر لنا الخيل دي، يا اما بتبقى برايفت بقى مع المدرب انت بتتمرن معاه. يا جماعه ده لعبه صعبه، ولعبه اقدم الالعاب الاولمبيه. لعبه صعبه ومضيعه للوقت ومجهود. لا مضيعه مين، انت بطل تعالي. طب قول لي يا كابتن، انت شفت في اميره ايه؟ يعني انت اول ما مرنتها اكيد مرنتها وهي صغيره. هي الحقيقه اميره اول ما بدات ما جاتليش المنتخب على طول، اميره جات لي من حوالي سنتين ونص، بدات معايا من سنتين ونص الجري. قبل السنتين ونص هي طول عمرنا احنا يعني اميره بنامل ان هي، كنا دايما معتقدين ان هي توصل لابعد الاماكن في الخماسي الحديث. هي فعلا كان عندها السباحه والجري كويسين جدا. خلي بالك انت لاعب نادي الاهلي ومدرب في النادي الاهلي، يعني انت لما تقول على لاعب في الجري كويس ولاعب العاب قوه طبعا، ومثلت النادي الاهلي لعيب ومدرب. طبعا. فانت ليك نظره بتبقى في اللاعب، يعني انت مش بتمرن جري كده، لا انت جاي من العاب القوه. اللي هي ام الالعاب. طبعا ليا الشرف ان انا كنت لعيب في النادي الاهلي ومدرب في النادي الاهلي، ده بيتي يعني، والحمد لله الواحد قدر يوصل منه لابعد الاماكن. قناتي طبعا. الواحد قدر يوصل منه لابعد الاماكن يعني بفضل الله. الحمد لله. طيب اميره اتمرنت معاك من سنتين. سنتين ونص. الجري. شفت فيها ايه؟ أميرة للأمانة عندها يعني لعيبة بسم الله ما شاء الله، عندها يعني قوة غير البنات اللي حواليها.
هي مركزه جدا، عارفه هي عايز تعمل قوه ايه؟ قوه تحمل ولا صبر ولا جلد؟ اصرار. قوه هي عندها اصرار غير عادي يعني. انت ممكن يبقى لعيب تالنت لعيب تالنت فعلا، بس هو مقوماته الشخصيه ما تاهلوش انه يكسب. مش ممكن يبقى لعيب مش تالنت قوي، لكن هو مقوماته الشخصيه بفضل الله يقدر يعمل كل حاجه. اميره عندها الاثنين الحقيقه. يعني هي دوده. انا عايز اقول حاجه برده بصراحه، يعني كابتن هشام ساعدني في النقطه دي. انا كان جالي فتره كان في دروب كده شويه في الجري، بس ده كان قبل ما اروح لكابتن هشام. الفترة دي كانت مش فترة ان انا وحشة في الجري، هي كانت نفسية. ان انا جت فترة كنت في السلاح يعني بعمل سكور عالي قوي، فكنت بطلع في الجري بعيد قوي عن الناس، فدايما بخلص السبق واخدة اول وانا مرتاحة. وانا مش بطلع اخري في السبق. فالجري ده اخر حاجة. فبقيتي بقى المنافسة لما زادت بقى الجري مهم. ايوه، فانا بقيت جوايا المشكلة بانت. انا لازم اخلص يعني بخلص البطولة وانا مش تعبانة، بقيتش عارفة اطلع كل اللي عندي. فبصراحة البطولة انا خدت فيها اول، دي يمكن دي اول بطولة هي من كتر التجارب والبطولات الكثير. في البطولة دي انا في الفينش، انا لغاية الفينش انا كنت ورا البنت، انا خايفة. انا يعني انا عندي المجهود وعندي القوة ان انا اقدر اعديها، بس عارف لما تخاف محزوزة يعني كنت خايفة تخسري. فهو بصراحة كسر لي الحتة دي، جربي، قعد يقول لي في الجري جربي، ايه المشكلة؟ مش هيحصل حاجة، انت كده كده تاني، ايه المشكلة ما تجربي؟ فخلاني اكسر الحتة دي في كذا سبق، مش السبق ده بس يعني. ده مش مدرب بس، ده يعني نفس الطب نفس الرياضي وشغل عالي قوي يعني. من بعدها في التمرين بقى عندي الحته دي، عادي التعب بيجي لي ما بخافش، بدوس عليه عادي واجي واروح للي بعده، ما بقاش في اي مشكله. عاجبني يعني العلاقه اللي بتبقى اللاعب المدرب، بس انا عايز اخش فيه اكتر. بس هنطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل كلامنا عن الخماسي الحديد. في طبعا معانا الحديث بطله العالم الناشئات، عندنا كلام كتير جدا هنقوله بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، بنرحب طبعا بالمره الثانيه باميره انديل وكابتن هشام سليمان، كابتن البطوله الاخيره لبطوله العالم اللي فاتت. انت حكيت لي حاجه في الفاصل، قلت لي احنا اميره بتجري لفتين وتقف الرمايه، تمام، لفتين تراك، وبعد كده لفتين تراك 400 متر يعني هم مجموعهم 800 وترمي رمايه. احكي لي القصه وايه اللي حصل مع بطله روسيا في الجري، او البطله روسيا في الخماسي في الجري. هو السبق طبعا ليزا ران، احنا لما وصلنا سبق ليزا ران كانت الفروق قريبه جدا بين اللعيبه. اميره بفضل الله كانت هي والبنت بتاعت روسيا والبنت بتاعت بيلاروسيا كانوا شبه بيجروا ورا بعض يعني. طب هما في الترتيب العام كانوا برضو ورا بعض ولا كانت اميره طالعه تاني؟ تاني في الترتيب العام مع الثلاثه دول تاني. وروسيه دي الاولى، وروسيه كانت طالعه اول. اميره قدرت تلم الفرق في اول 800، كان الفرق 20 ثانيه. كان لمت الفرق في اول 800 وبدات تجري في ظهرها عادي. كان بيحصل كده حاجه في السبق ان احنا المفروض بنجري 4 800 يعني 3 كيلو و200، فاحنا كل مره اميره بتطلع بدري شويه، بدري مثلا حوالي 3 او 4 ثواني، البنت بتفضل مثبته الفرق في ظهرها، وبعد كده تيجي اخر 120 متر تروح نقله، فتروح داخله قبل اميره في الرمايه. كنت بسيبها بصراحه يعني، كنت بسيبها. هي اميره كانت بتهدى، والبنت كمان كان عندها سرعه في اخر السبق كده، في اخر 100 في اخر دايما كل اخر 100 120 متر مثلا عندها الايقاع سريع جدا، فبتروح معديه داخله الرمايه الاول. اميره تضرب وتطلع ونفس الكلام. اخر 800 بقى هي اميره طلعت هي واميره. انت بتعرف تتواصل معاها؟ يعني اميره سمعت في الملعب؟ ده كل الناس كل الناس جوه الارض يعني. الملعب عباره عن 800 متر، كنت انا واقف بعد 200 متر من السبق يعني، واقف لها في مكان عشان تسمعني بعيد عن الجمهور اللي انت عايز تتكلم. شوفني، فانا كل الفكره انا عارف ان اميره تقدر تكسب السبق ده. المشكله كانت هي قلقانه شويه، انا لو طلعت البنت هتعديني تاني برضه. فانا عند ال 200 قعدت اصرخ اطلع، انت قلقانه من ايه؟ اطلعي تقدري تعدي اول البنت. ما تسمعي الصفاره، انت اول ما تطلعي صفاره اطلعي، اول ما صفر لك انقلي، ما تستنيش حتى لو هتخسري امشي. ما تستنيهاش. وفعلا جت في حته كده، انا نقلت 400 كامله، 400 كامله دايسه زي سبرنت. انا عندي باور كفايه ان انا اقدر اجري احسن من كده بكتير. بس انت تصدقي ان انت تقدر. فانا فنشت 400 كامله يعني، انا عندي ان انا ال 400 دي اجزقها في 800 اللي فاتت. طب انت لما كسبت عملت ايه؟ انا ما كنتش مصدقه يعني، انا اصلا وانا بجري انا مش مصدقه لغايه ما عديت البنت، الناس كلها يا بنتي تقدري تقدري، وكلهم عاملين بيزعقوا جامد، وانا مش مصدقه مش مصدقه يعني. يعني حاجه غريبه قوي برضو ان انت يعني تخيلي في السن ده وتحطها انت بتكلمي في بطوله عالم يا جماعه، يعني في السن 19 سنه ده انا اتفهم يعني يلعب مثلا بطوله افريقيا، يلعب مثلا بطوله عالم وياخد يعني، انما ان احنا بنتكلم ان انت رايحه تاخدي بطوله عالم انت ومدربك قاعد معاكي، لا حاجه جميله، حاجه يعني حاجه بجد يعني، انت المفروض تفخري بنفسك. ايوه طبعا، بس هي اصلا قبل البطوله هو كله كان متوقع ان انا اصلا كان تصنيفي الاول في البطوله دي، كلهم كانوا متوقع ان انا اجيب اول فيها، بس هي بتبقى نفسيا كده يعني. ان انا اصلا يعني بطوله السينيور بطلع اول قبل الجري في السينيور، فدي حاجه كبيره قوي، ومتاهله طوكيو من الرانك الدولي محدش عملها في مصر يعني. انت في سنه كام؟
انا في سنه كام؟ ثانيه جامعه. ثانيه جامعه ما شاء الله. تدرسي ايه جامعه يعني؟ انا مجال ايه؟ اكاديميه البحريه وبزنس. بزنس ما شاء الله. شد حيلك بقى، عايزين نشوفك نجمه في التعليم برضو وفي الدراسه. طب كابتن هتكلم على الجندي. الجندي زمان كان عنده وزن زياده صح؟ دي معلومات. معلومات بقى، نخش بقى. لا معلومات ايه ده؟ ده حضرتك اللي لا لا، هي الجندي بفضل الله لما بدا كان صغير جدا، كان بيلعب سباحه، وبعد كده حد قال له العب خماسي. وبدا في النادي الاهلي سباحه صح؟ وبدا في النادي الاهلي سباحه الحقيقه. والعاب قوه في الاهلي، ولدنا والعاب قوه في الاهلي، كان تسجل العاب قوه في الاهلي. فالامانه انا لما شفته زمان كان هو بدا معايا 8 سنين، يعني احنا بقى لنا 11 سنه انا والجندي، او 12 سنه مع بعض. حلم الاولمبياد ده يعني راودني مع الجندي مرتين، مره في اولمبياد الشباب ومره في اولمبياد الكبار. يمكن كان عندي حلم في اولمبياد الشباب 2010 في سنغافوره، والحمد لله قدرت اعمل في العاب القوى رابع اولمبياد سنغافوره في الكيلو، كان ولد عمل 22.05. الحلم الثاني للاولمبياد كان بالنسبه لي احمد الجندي. بدانا من قبل 2016، من 2015 وانا كنت متنبئ حلم. حلم كان عندي ولدين جامدين جدا، احمد الجندي ولد اسمه ادهم ايمن. ادهم اسمعنا، ولد كان جبار، كان العاب قوه في الاهلي برضه بالمناسبه، وكان اول العاب قوه في الاهلي. طب معلومتي اللي قلتها صح، كان الجندي عنده وزن زياده، وبعد كده حتى المدربين لا المدربين يعني ممكن كانوا يعني انا قصدي انا بقول المثل ده مش عشان لا الجندي بطل اولمبي خلاص، بس بقوله للناشئ اللي طالع، انت لو عندك مشاكل في البدنيه واللياقه. ايوه انا بقول كده ليه؟ بقول كده عشان الناس اللي يقول لك انا اصل لا لا لا، وليه الاب يقول لك اصل انا ابني وزنه زياده مش لا يا حبيبي، اشتغل على نفسك وحط نظام تغذيه واتعب. انا قصدي كده. هو احمد جسمه عضلي شويه يعني، وهو 2016 احنا اول بطوله كنا لعبناها للامانه ما كانش لسه بيلعب سباحه. 2016 لعبنا في ايطاليا، خد اول في السباحه والجري والرمايه، كان ثلاثي. فهو في البطوله قبليها كان حد من المدربين قال لي هو الولد ده هيجري ازاي؟ ده مليان. هيجري ازاي؟ طبعا على فكره ده بيجري جامد جدا. قال لي فبعد ما خلص جري قال لي ايه ده؟ إيه انت جبته من ده بيجري كده. بس هقول لحضرتك حاجه بقى، نتكلم احنا فنيا. لما هو بالوزن الزياده ده جري وطلع اول، لما اشيل اكياس الرمل اللي هي الدهون بقى واظبط له جسمه لا ده هياخد، ده هيبقى اسرع. ما انت بتجري وشايل 10 كيلو زياده. ما شاء الله بقى جندي ما شاء الله عليه. صح؟ يعني انت كنت بتجري ب 10 كيلو زياده، شلتهم لك نفس العضله ما خسيتش، بالعكس العضلات زادت. لا ده انت تفرق، وعشان كده ده سر انه خد ميداليه. بس هو الحقيقه الجندي من صغره لعيب مميز جدا عن حتى جيله، يعني حتى الجيل بتاعه والولاد زمان الصغيرين اللي كانوا بيلعبوا معاه ثنائي كان هو مختلف عن جيله. انا من اول مره شفت الجندي ومن اول بطولتين مريت بيه، يعني مرينا انا وهو باول بطولتين، كان عندي يقين ان الخامه دي او الولد ده هو ده اللي يقدر يكسب. يعني كان عندي اتنين منافسين لبعض جامد جدا، انا ما كنتش للامانه في الوقت ده ما كنتش عارف مين فيهم يقدر يكسب، بس بعد سنه ونص كان عندي يقينا ان اللي هيكسب ميداليه اولمبيه احمد الجندي. يمكن انا قلتها قبل اولمبياد الشباب باربع سنين، قبل اولمبياد الشباب باربع سنين، وانا كنت متاكد ان احمد هياخد اولمبياد الشباب. بالرغم ان قبل الاولمبياد ما حدش توقع له ميداليه، انت كنت متوقع له. بس في لا بس كذا حد كان لا استني ده المتوقع القريبين انما في النشره تقريبا طلعتها اللجنه الاولمبيه ما كانش محطوط الجندي، ولا انا غلطان؟ كان محطوط الجندي في نشره طلعتها اللجنه الاولمبيه قبل البطوله بتقول يعني ايه اللعيبه اللي ممكن يحققوا كده، بس كانوا متنبئين ان ممكن الجندي يعني ما اتحطش. انا بقول لك يعني يمكن الاتحاد الخماسي ومدربينه كانوا عندهم ثقه انه ممكن يقدر ياخد، بس ليه اقول ليه؟ يمكن عشان لسه سنه صغير. ممكن بس للامانه عشان الخماسي كان مش يعني شريف المهندس شريف العريان كان متوقع انه يحقق حاجه. اللجنه الاولمبيه المصريه كانت شايفه انه لسه صغير ولسه تقريبا كانت اول مشاركه اولمبيه ليه صح؟ فقالوا انه ممكن ما يبقاش ايه؟ فقالوا انه ممكن يحقق في باريس، فهو الولد كسر كل التوقعات. هو كان حلمه حتى نفسه هو من بعد اولمبياد الشباب انه يقدر انه يتاهل ويعمل ميداليه، ما كانش حلمه انه يتاهل بس، هو كان عايز يعمل ميداليه. فعلا. وطول الثلاث سنين من بعد اولمبياد الشباب لغايه البطوله اللي احنا لعبناها، يمكن تاخير السنه من 2020 ل 2021 ده عمل نضج عند احمد في العاب كتير جدا وفي مستوى جامد جدا. هو من 2018 لغايه دلوقتي هو ما شاء الله يعني بص من اول 18 سنه اللي هو سني ده كده لغايه 21. هو عشان كده انا حاطه نفسي يعني انا قلت 18 سنه يعني اعتقد دي بدايه النجاح يعني. بص يا كابتن هيثم، هو احمد الجندي هو حلم لعيبه كتير جدا ان هي تبقى زيه، بس للامانه احمد الجندي عنده مش اتقان بس، احمد الجندي مجتهد اجتهاد فوق العادي بزياده.
ده اللي موصله ده. المدرب بيقول عليه كده. وعنده خامه، عنده ميزه مش موجوده عند اللعيبه. نادرا ما حضرتك تفكر بتفكير بعقلك وجسمك يقدر ينفذه. ممكن لعيبه كتير جدا على مستوى العالم تبقى هي بتفكر عايزه تعمل ايه بس الجسم ما يستوعبش. احمد عنده نغمه وتوافق بين عقله وجسمه غير عاديه. منفذ جيد جدا 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 بدون كلام، ما بيسالش. انا حاسه هادي كمان ما شاء الله. ما بيسالش. احمد بينفذ كل اللي بيطلب منه بالحرف. ما على فكره يعني انا حاسس في ده كمان في اميره. يعني اميره حاسسها ملتزمه، حاسسها عايزه. انا شايف في عينيها. يعني انتوا يعني ساده مشاهدين، انتوا مش قاعدين في الاستوديو معايا، اتمنى ان ده يوصل. حتى عينيكي كلها اصرار وعايزه ومتحمسه. حتى لما دخلت الاستوديو حسيت ان انت فيري اكتف. يعني ان شاء الله تقدري يعني باذن الله في باريس. يبقى لك خلي بالك باريس يعني خلاص احنا هنغمض ونفتح. كلها سنتين. يعني بنجهز دلوقتي والله. تأهيل 2023 في التأهيل. فانت دلوقتي لازم تشتغلي بكل قوه. طب انت يعني شايفه مين ممكن ينافسك في باريس 2024؟ لا في 2024. ما انت برضه بيبقى عينك على نفسك. بس عينك على منافسينك. ايوه بالظبط. انا في باريس 24 هي دلوقتي عشان الخماسي زي ما حضرتك يعني ما اعرفش عارفين المعلومه دي ولا لا، ان دلوقتي الخماسي اتغير بقى درجات. نيو فورمات. لا مش درجات، قصدي ان هو اتغير. بدل ما كنا بنلعب مثلا 12 ساعه في اليوم ما بين السباحه والسباحه في راحه، لا دلوقتي بقى هنلعب ساعه ونص. فلسه يعني خلوا خلاص دلوقتي الفروسيه بقت سيمي فاينل وفاينل على طول. السلاح بقى فيهم لوحده بس، والفروسيه والجري والسباحه والرمايه مع بعض فيهم واحد في ساعه ونص. ده احسن الاوحش. هو احنا لسه طبعا احنا لسه ما جربناش، لسه في بطولات. احنا لسه في بطولات هتعرفي لما تلعب. هنعرف بالظبط ان احنا. وكمان التمرين هيبقى متغير خالص. ان التسخين بقى ما بقاش قبل اللعب على طول، هو بقى يعني انت تسخن قبل اللعب كله بساعه بنص ساعه وتلعب بعد، والباقي كله ورا بعض البطوله على طول. عايزين بقى يعني عشان هنطلع فاصل، بس عايز ادرس بقى الموضوع ده كمان حتى معاك يا كابتن، نعرف التغييرات اللي حصلت دي وهل هي مصلحتنا ولا. بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل كلامنا عن الخماسي الحديث ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن هشام، كان في حاجه حضرتك عايز تقولها عن ميداليه احمد الجندي في الاولمبياد للميداليه الفضيه؟ الحقيقه انا عايز بس لازم الناس تعرف كم المجهود اللي كان ورا الميداليه وكان مين الناس اللي ورا ميداليه احمد الجندي. للامانه الميداليه بتاعت احمد الجندي مش خاصه بالجهاز الفني بتاع احمد الجندي لوحده. هو الجهد المبذول كان من الجهاز الفني المحيط باحمد الجندي، لكن الميداليه دي راجعه لتخطيط سنين بداوا المهندس شريف العريان. هو بالنسبه لنا اب قبل ما يكون رئيس اتحاد. للامانه هو من انجح رؤساء الاتحادات. يمكن انا في نظري افضل رئيس اتحاد جه على مر التاريخ في الرياضه المصريه يعني. دي حقيقه يعني. انا يعني بضم صوتي بصوتك فعلا، يعني من انجح الناس. فدي حقيقه. الراجل بيهتم بكل صغيره وكبيره. يعني حتى مدير الاتحاد الكابتن هاشم ياسين اللي هو عينه عين بني ادم يعني بيحل كل حاجه، انت ما بتحلش حاجه. يعني هاشم ياسين من ضمن الحاجات اللي حطها في الاتحاد وكانت فكر من كابتن شريف العريان. واحد زي هاشم ياسين النهارده بيحل لنا كل، انا ما بحتاجش اعمل حاجه، انا برفع سماعه التليفون اكلمه. انت ممكن تشتغل في جو مزنوق شويه فتعرفش تبدع. المدرب انت عارف حضرتك طبعا المدرب محتاج مساحه. وطالما علينا من ده يا كابتن يعني كان في عنينا ان قله الامكانيات بس مصر فيها. ده مش امكانياته بس، الراجل مدي مساحه كامله للابداع لكل مدرب في الخمس لعبات. وللامانه الميداليه كانت نتاج رتم محلي قوي جدا على مدار السنين اللي فاتت من 2013. الاتحاد المصري للخماسي الحديث قدر يعمل مستوى محلي قوي جدا شبيه جدا بالمنافسه الدوليه، بمعنى ان النهارده احنا عشان تلعب اصلا تبقى من الاربعه اللي ينافسوا بطولات العالم في رانك محلي وضعه الاتحاد على مر المراحل كلها. يعني انت النهارده لو جيت تقول 2008 احنا عندنا 2011 رانك في 2011 عندك رانك. النهارده عندك بنت 2011 عامله اربعه ده في بطوله العالم في المانيا من اربع شهور. كل المراحل الصغيرين النتاج الرانك المحلي اللي حطه الاتحاد المصري الخماسي الحديث ابدع فيه كل المدربين المصريين، مدربين الجري والرمايه والفرس. طبعا احمد انا مثلا معايا احمد، في مدربين تانية معايا، في لعيبه كتير واشتغلت معايا، وفي لعيبه تانية زي اسلام حامد واحمد اشرف ومهند وعلي الدين شريف ونور الدين كريم ومعتز وائل. كل الولاد دي مع مدربين تانيين. المنافسه المحليه اللي وضع اساسها الاتحاد المصري الخماسي الحديث اللي هو الرانك المحلي قدر يخلي المنافسه بين المدربين كمان يخرجوا ابداع داخليا ونفس الخليه قويه عشان في الاخر كل المنافسه دي هتصب في الاخر تطلع لك الهرم ايا كان. هو الهرم بقى يطلع منين؟ يطلع من عندك. لا فالمنافسه النهارده شارك فيها ابداع مدربين. يعني الميداليه نتيجتها او نتيجه الميداليه الفضيه هي مصري خالص 100%. احنا ما عندناش بني ادم مش مصري جوه الاتحاد. سامعين يا جماعه الكلام؟ عشان كده والله انا بحب اجيب لكم النماذج
شايفين كابتن هشام بيتكلم ازاي عن الاعداد. مصر ولاده، مصر بجد يعني استغل الفتره والامكانيات اللي احنا فيها. مهند شيف عريان جه على راس الاتحاد، اشتغل واخلص النيه مع مجموعه، اخلص النيه كان نتيجتها مدينه اولمبيه. يا رب نشوف 10 زي اتحاد الخماسي الحديث، لان فعلا تجربه تستحق الدراسه. اتحاد كره اليد، اتحادات كل نتعلم من بعض، مش عيب عشان الهدف هي مصر، ولا انا غلطان؟ ده حقيقه، ده انت حقيقة. يعني انت شعورك لما لقيت الجندي بيعدي وبيتعلن ان هو كان انت عملت تقول لي عملت ايه؟ والله بص يعني انا مش حاسه انا كنت موجوده. عايز اقول احكي لي، طب بلاش هو يعني احكي لي. هو كان هناك اصلا اول حاجه جندي هو دخل على الفينش، هو كان قاعد هناك، هو بيحب يقف مكان لوحده عشان احنا نسمعه واحنا بنجري. كمان اعصابه بتبقى عاليه. هو ما كانش فيه اعصاب، هو ما كانش فيه اعصاب خالص اصلا، هو كان بيصوت بس. وعمل يعني فضل بجد ايه تلت ساعه، فضل طول الوقت لغايه ما جندي خلص وريح وغير، وهو عمال بيصوت. لا لا عمال والله العظيم عمال بيصوت. الله الله. اه مش عمال يعمل كده وعمال يحضن الناس كلها اللي يعرفوا اللي ما يعرفوش ويحضننا كلنا مع بعض. لا لا كلنا على فكره، بس هو بالذات اصحابي اهلي جرى ايه الدنيا حلوت كده ليه؟ ايوه لا هو بالذات كان كان مش طبيعي، بس كلنا بصراحه احنا كلنا يعني. وانت بقى تمشي تحضن ده وتروح والله والله كله اللي نعرفه اللي ما نعرفوش كنا عاملين بنحضن اي حد. والله كابتن ناس، بص يعني مدريد احمد الجندي حلم سنين. انا عايز اقول لك من التنميه الثالثه وهو ماشي انا قاعد اقول الله اكبر، الناس قاعد تبص عليه، قاعد اقول له عاش روح شو، لدرجه ان كان جنبي مدرب كان مفكر دي اخر لف، فبيقول لي خلاص كده فشت، لا لسه فاضل لف. والله انا كنت يعني بص انا كنت اتمنى المدالي، يعني الحمد لله ربنا رزقنا بفضه، بس انا فعلا كنت بتمنى تكون المدالي فضه ذهب. والله يا كابتن هيثم والله كانت هتحصل فعلا. انا عايز اوصل على ايدك يعني يا رب يا رب. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا بقى عندنا ثقافه يعني بفضل الله بقت جوه اللعيبه، ان النهارده اي لعيب مش بيقف على البوديوم اللي بياخد ثالث بطولة العالم بيقول انا خسرت. دي ثقافه اللعيب المصري دلوقتي في الخماسي الحديث. اللعيب اللي بيقف ثالث على البوديوم بيحط راسه مكسوف مكسوف بيقول انا خسران. والله يا كابتن مش عارف اقول لك ايه، بس خلينا احنا معانا كابتن عمرو السيد المدير الفني للخماسي الحديث ومدرب السلاح. اهلا بيك يا كابتن عمرو. كابتن عمرو السيد المدير الفني للخماسي الحديث ومدرب السلاح طبعا للعيبة المنتخب، اهلا بحضرتك. سامعني يا كابتن؟ كابتن عمرو سامعني يا ترى ولا؟ معلش طيب في مشكله في صوتك يا كابتن عمرو، هنظبطها ونرجع لحضرتك تاني. خليني برضو يعني ثقافه لما اتغيرت يعني في 5 6 سنين نجح ثقافه اللاعب تتغير، انه مش عايز بيقف ثالث بيقف مكسوف. دي حقيقه. منافسه محليه قويه جدا في الوقت اللعبه اصلا مش جماهيريه، خلينا نعترف لعبه مش جميله ولعبه صعبه جدا، عايزه امكانيات، عايزه طبنجات ورمايه من ده، الرمايه عايزه من ده وحاجات كتير، ادوات كتير. كابتن هيثم للامانه لعبه الخماسي الحديث عند اسره الخماسي الحديث مدربين ولاعبين واولياء امور هي الحياه بالنسبه لهم. يعني اول حاجه بتتحط الخماسي وبعد كده بتحط اي حاجه. ده متطلبات الحياه اليوميه للعيبه الخماسي واولياء امورهم بمدربينهم. انا كمدرب او هم كلاعبين الحياه بتبدا وبتنتهي. خلينا نشوف ماشي نشوف امير، انت يومك بتقضي ازاي يا امير؟ اليوم يعني مثلا احنا هو كده كده اليوم بيبقى فيه 4 العاب اليوم، احنا الواحد. اصلا يعني احنا 5 العاب وفي فيتنس كمان وبيبقى فيه تدليك وريكفري، فكل ده بياخد من نفس الوقت. الله. ف يعني قد 12 ساعه في اليوم التمرين؟ لا لا لا، هي يعني هي كل مثلا السباحه بتبقى ساعه الصبح، لازم تبقى الصبح، هي دايما الصبح في الاستاد، كله في الاستاد. تمام. يعني تمرينك في الاستاد عشان تلاقي كل الامكانيات. منتخب طيب بتمرني الاول سباحه ساعه، تقعدي تعومي طول الوقت؟ لا بنعوم، تبقى تمرينه برنامج محطوط مع كابتن طارق نويهي وبنعمل. طيب وبعد السباحه؟ في ايام بيبقى فيها بقى جري الساعه مثلا 3. السباحه ثابته؟ السباحه ثابته كل يوم الصبح. تمام. وبعد كده بعديها على طول ولا بالليل ولا بالليل؟ لا لا كان في يعني قبل البطولات اللي هي اللي فاتت دي على طول، كان سلاح بعد السباحه على طول 3 ايام اللي هم سبت 2 و4. يعني تطلعي تنشفي وتلعبي سلاح؟ والعب سلاح. ما بتسميش لبالليل مثلا؟ لا لا. طيب يبقى كنا بناخد السلاح معاه. طب وايه تاني؟ الايام العكسيه بقى اللي حتى الخميس كان بيبقى الجري والرمايه مع بعض الساعه يعني الساعه 3 كده. جري ورمايه، يعني انت بتاخدي مثلا سبت 2 4 سباحه وسلاح. وسلاح وفتنس. وفتنس. وساعات بيبقى فيه فروسيه، بس فروسيه بقى مش ثابته، يعني ساعات مع الجري والرمايه والسباحه، ساعات مع السلاح. يعني انت تمرينك اللي انا شايفه ده مش اقل من 4 ساعات؟ لا 4 ساعات. لا اكتر بكتير. الله. يعني السلاح هي السباحه بكتير. بس دي اقل حاجه، دي ساعه. والسلاح بيقعد 3 ساعات، الفتنس مثلا بيقعد ساعه ونص،
الجري والرمايه بقى ده حسب بقى التمرينه وتمرين الرمايه قد ايه والجري قد ايه. بتخش في 7 8 ساعات. اه 7 8 ساعات يا جماعه يعني، بس والله العظيم الكلام ده يتدرس. اه كابتن عمرو معانا يا جماعه؟ طيب معانا كابتن عمرو السيد المدير الفني للخماسي الحديث ومدرب السلاح. اهلا بيك يا كابتن عمرو. اهلا وسهلا بحضرتك واهلا وسهلا بقناتكم الجميله. كابتن عمرو طبعا احنا بنبارك لحضرتك كمدير فني يعني انجازات اللي حصلت في الخماسي الحديث، وان انتوا يعني الحقيقه يعني مدربين من ذهب ومديرين فنيين من ذهب الحقيقه، لما توصلوا بينا للشكل اللي انا شايفه في الاستوديو والروح والمنتاليتي اللي احنا شغالين بيها، المنتاليتي العالميه دي، لا تستحقوا التهنئه والمباركه يا كابتن عمرو. وقول لي طمني على اللي جاي. والله الحمد لله والشكر لله طبعا، يعني مجهود الولاد ومدربينهم واولاء امورهم الحقيقه، الاتحاد الخماسي كله من اول المهندس السيد المهندس شريف العريان لحد اصغر عامل سنا وزاره الشباب والرياضه، حقيقه مجهود كله، كلنا متكاتفين الحمد لله، وفي تكاتف ان احنا نوصل للي احنا وصلنا له ده. طب كابتن عمرو، كابتن عمرو يمكن انت يعني الناس برضو عايزه تطمن، يعني احمد الجندي الحمد لله نجح بميداليه، هل وما شاء الله يعني اميره برضو ماشيه كويس، عندك قاعده يعني كبيره، طمنا على القاعده بتاعت الابطال اللي عندك. لا طبعا هو الخماسي الحمد لله والشكر لله يعني من احنا في البطولات على مستوى البطولات كلها اعتبارا من تحت 10 سنين او 11 سنه، بطولات اللي هي الليزر ران واللي هي الرمايه والجري، وبطولات الثنائي اللي هي السباحه والجري زائد الثلاثي اللي هي السباحه والجري ورمايه الترياسل، وتحت 17 سنه وتحت 19 سنه اللي هي يعتبر اميره كانت اخر بطوله ليها تحت 19 سنه، البطوله اللي فاتت اسكندريه هتصعد بقى. اه بالظبط هتتصعد، هتبدا بقى مرحله تحت 21 سنه اللي هي الناشئين، وعندنا طبعا مرحله العمومي. نعم. على جميع المستويات طبعا، لا الحمد لله الخماسي قاعدته كبيره جدا جدا جدا، ابطال من تحت 11 سنه ابطال عالم لحد اخر نتيجه واعظم نتيجه طبعا في تاريخ الخماسي اللي هي ميداليه احمد الجندي طبعا الفضيه في اولمبياد طوكيو الحمد لله. فمن ناحيه القاعده لا احنا عندنا لعيبه كتير، لعيبه مش عايز يعني انسى حد، احنا عندنا في الكبار عندنا في احمد الجندي، في اسلام حامد، في مهند طارق، في علي الدين شريف، شريف ياسر، احمد اشرف طبعا اللي كان مشارك في اولمبياد طوكيو وكان برضو من المرشحين الحقيقه اللي هو ياخد ميداليه. عندنا في البنات في اميره هنديل وهادي عادل وسلمى ايمن، في هايا مايا، نورين بولس، سندس، هانيا، يعني لا الحقيقه مش عايز انسى حد. فدي ان شاء الله باذن الله اللي جاي احنا مستمرين ومكملين ان شاء الله بالنتائج الموجوده وان شاء الله احسن اللي جاي يبقى احسن ان شاء الله. خليني برضو يعني 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 من ناحيه برضو البطولات اللي نظمتها مصر السنه اللي فاتت يا كابتن عمرو، يعني بطولات تمت يعني استضافتها في مصر هنا، هل دي فادتك؟ هل دي خليتك تقدر تجرب اكبر عدد من اللاعبين؟ هل ليها كان ليها فاليو فني ليك يا كابتن؟ طبعا هو احنا يعني مصر على مستوى جميع الالعاب، يعني طبعا مش الخماسي بس، زي ما حضرتك عارف ان في عندنا بطوله العالم للرمايه، بطوله العالم للدراجات، كاس العالم لليد، على جميع الالعاب الحقيقه، خاصه بقى الخماسي تحديدا احنا يعني خدنا سبق في موضوع التنظيم السنه اللي فاتت او السنه دي اللي هي 21، يعني احنا كان عندنا بطوله العالم تحت 17 سنه، بطوله العالم تحت 19 سنه، بطوله العالم تحت 21 سنه، بطوله العالم العمومي المؤهله للاولمبياد. نعم. كل ده بطولات اتنظمت في مصر، بطوله العالم للليزر ران نظمت في مصر، الحقيقه ما فيش غير بطوله واحده اللي هي بطوله البياسل والترياسل اللي هي كانت في المانيا. دي بطوله العالم الوحيده اللي اتنظمت خارج مصر الحقيقه. لا لا في مصر في الغردقه 2018. وكان في الغردقه كمان، اميره بتفكرك كان في بطوله 2018 في الغردقه كمان. لا طبعا ده انا بكلم اللي انا قلته ده على مستوى عام 21. ده على السنه اللي فاتت. 2021. انما احنا 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 دايما كل يعني ما فيش سنه تقريبا بتعدي لما مصر بتنظم كاس عالم للكبار اللي هو بيبقى رقم واحد، وبعض طبعا بطولات العالم، بس انا كنت بخص اللي هي سنه 2021 اللي احنا فيها اتنظم فيها جميع البطولات.
صحيح. فاحنا واصلين على مستوى احترافي في التنظيم. طبعا بطوله كاس العالم اللي بتتنظم في مصر اللي هي بتبقى تقريبا في شهر 2 او اول 3، دي بيبقى احنا عندنا متفق ان احنا ننزل فيها عشان احنا الدوله المنظمه، فبننزل من حقنا ان احنا ننزل 12 بنت و12 ولد. ده عدد كبير يا كابتن، يعني ما شاء الله انت عندك كده فرصه تجرب كل الناس. طبعا طبعا ده بيبقى حق للدوله المنظمه في بطولات كاس العالم ان هو ينزل 12 بنت و12 ولد، فبنقدر ان احنا يبقى في فرصه احتكاك كبيره، ننزل العناصر اللي هي الصغيره في السن اللي احنا شايفينها ان هي الحمد لله قدامها مستقبل، بيقدروا يحتكوا. طبعا عشان ظروف كورونا حضرتك عارف الفتره طبعاً اللي فاتت، فالسفر فيها صعب شويه، فده بيبقى عندنا احنا في فرصه كبيره ان احنا نقدر نشارك باكبر عدد والاحتكاكات والكلام ده كله ان شاء الله. كابتن عمرو السيد المدير الفني للخماسي الحديث ومدرب السلاح، بشكرك شكرا جزيلا. يمكن تخطيط باين، يعني يمكن كابتن عمرو كمدير فني بيتكلم عن اللي فات واللي جاي وتحس انه مذاكر القصه كويس. يعني اميره، يعني انت ما شاء الله عايشه في وقت يعني الحمد لله فيه اهتمام ولعبه، فده اكيد يعني هيديكي دافع، وخاصه انت ما شاء الله على سنك الصغير ده شاركتي في الاولمبياد يعني 19 سنه، فعندك وقت. هل اللي انت شايفاه ده يعني بيعلي طموحاتك اكتر واكتر، وحاسه ان انت تقدري تعملي حاجه في الفتره اللي جايه؟ انا اصلا يعني حاسه ان الفتره دي في الفتره اللي جايه هتبقى الفتره اللي انا عملت فيها دي هتبقى اضعف فتره، يعني انا حاسه ان كل اللي عملته ده ولسه عندي في السلاح ولسه عندي في الجري، يعني ان شاء الله الفترة اللي جاية تكون أحسن كثير. طيب الفروسية هتتلغي، هتتشال من الخماسي. عندك أخبار مثلا إيه اللي هيخش مكانها؟ لا. زعلانة الفروسية اتشالت؟ طبعا. بتحب الفروسية؟ يعني هي بصراحة الخماسي كده هو حلو مع بعض، يعني الخمس ألعاب مع بعض حلوين جدا. هي أساسية من زمان، سباحة حاجات متعودين عليها، ويعني حاسة إن الفروسية بصراحة يعني الخماسي مش هيبقى ليه طعم خاص بصراحه من غير فروسيه، يعني حاجه بتتعامل مع حيوان وبيبقى جو جديد في لعبتك. يعني هي ميزه الخماسي ان انت مش بتزهق من اللعبه، يعني مثلا بيلعب سباحه بس بيزهق من نفس الروتين كل يوم كل يوم، لكن احنا بنلعب كذا لعبه، فكذا لعبه دي بصراحه يعني انا اللي حابيني في الخماسي اكتر حاجه ان هي خمس العاب ما بتزهقش، يعني فعلا اللعبه دي ما بزهقش منها خالص. اللي هو سبع صنايع زي ما بيقولوا. عندك الجري وعندك السباحه، يعني استمتاع في الميه، وعندك الجري يحافظ على جسمك ولياقتك. انت ليكي اخوات بيلعبوا نفس اللعبه؟ احنا اربع بنات، انا اخواتي الكبار كانوا بيلعبوا، يعني واحده كانت بتلعب سباحه وباسكت، والثانيه كانت بتلعب سباحه وتنس، بس دول بطلوا. اختي الصغيره بتلعب مالي. بس ما شاء الله العيله كلها حاجه وحاجه. فما شاء الله يعني تحس ان العيله واخده الخماسي من الاول، بس هم بس مي بقى خدت الخماسي من الاول و2016. هي عندها، هي بقى اللي بدات الخماسي من وهي صغيره. 2016 خدت اول في امريكا اول عالم، وهي عندها لسه 8 سنين ولا حاجه ما شاء الله. ده احنا مي بتتمرن مي اختها كمان؟ لا لسه، لا دي لسه صغيره شويه. هي جت فتره بقى ايه بقى، يعني قعدت شويه في البيت بعد البطوله دي، ريحت شويه. لا لا في كابتن هات المريح ده وشغله ده زي ما قلت لحضرتك. والله يعني عشان انا بقول لك ان الاسره الخماسيه بتبدا من افراد الاسره، يعني انت معظم الولاد هتلاقيهم كل الاسر بتشارك، يعني احمد اسامه الجندي ليه محمد اسامه الجندي، انت الاسم ده تسمعه الفتره اللي جايه كتير. اصغر منه محمد 2002 من افضل اللاعبين الموجودين حاليا دلوقتي، هو مجموع اصغر 2002 واحمد 2000 2000 معلش. محمد اسامه ده يعني اسم هيتردد بقوه الفتره اللي جايه، هو في مجموعه من الناشئين بإضافة للكابتن عمرو قال له، في محمد اسامه، اياد الكاشف، نور الدين كريم، معتز، عمر وائل، محمد حسام، محمد وليد، مصطفى وليد، في مجموعه سيف بنداري، في مجموعه قويه جدا من الناشئين. يعني داخله بقوه جامده جدا. نقدر يا كابتن عشان بس برضه الناس يعني نقدر، هل لو الخماس شد حلو اكتر واكتر زي ما انا شايف ممكن ناخد اكتر من ميداليه؟ طبعا احنا اوريدي عملنا، بنعمل كده، عملنا كده، احنا عملنا اولمبياد الشباب قدرنا ناخد اتنين ولد وبنت، سلمى ايمن واحمد جدي، كنا شاركنا بيها وعملنا اتنين دهب في 2018. يعني في الاولمبياد ممكن نقدر 2018 شباب. نقدر يعني ليه لا. وعايز اقول الحلم بدا مع يعني بدا مع الجندي، وقدرنا نحققه، وبنحلم تاني مع اميره، يعني وبنحلم مع مجموعه اللاعبين كلها اللي انت قلته. لا في غير كتير والله في الولاد بالذات، يعني انا اكتر واحد بصراحه شايفاه متميز هو معتز وائل، هو كان بيلعب معايا مختلط في بطوله العالم. احنا خدنا ثالث بس باسباب معينه ما توفقناش في كذا حاجه، بس الولاد ده يعني ما شاء الله انا شايفاه يقدر. لا يقدر. 2004 2004 بسم الله ما شاء الله، صغير جدا. يعني هو عمل في بطوله العالم 17 سنه، عمل اربع ميداليات ذهب واثنين فضه. بسم الله ما شاء الله قبل الكورونا. بسم الله ما شاء الله. في البطوله، في بطوله العالم اللي اتلعبت في مصر هنا، هي بيلعب مع 2003، عمل برونز. كان ترتيبه ال 12 بعد الالعاب، 13 بعد الالعاب خد ثالث،
عامل زي احمد كده، هو عامل زي احمد كان طالع 13 خد تاني. احنا الخماسي ده اعتز نفسه معتز نفسه والله العظيم، عايز اربع خمس ساعات بس طبعا للاسف الوقت بيعدي وانتم نورتوني. انا بس عايزه اقول حاجه، يعني ما فيش بطل بصراحه هيطلع غير من الاهل نفسها. يعني بصراحه لو بتشوف اي بطل تسمع عن اهله، هم بصراحه يعني هم الابطال الحقيقي. بس فانا بحب اشكر مامتي وبابايا واخواتي ومدربيني. واحنا بنشكر باباكي ومامتك كمان معاكي، لان هم اكيد تعبوا وخرجوا لنا بطله زيك. اميره طبعا قنديل، بشكرك بطله العالم للنشئات الخماسي، وبشكرك ويا رب يا رب نشوفك بطله اولمبيه ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن طبعا هشام سليمان نجم النادي الاهلي ومدرب النادي الاهلي ومدرب طبعا الخماسي ومدرب اميره وابطال كتير في لعبه الخماسي، بشكرك نورتيني وشرفتيني، كنت سعيد جدا والله وانت معايا. انا بشكرك جدا، واخر جمله انا هقولها يعني شكرا يبقى لكل ولي امر مجتهد، لان احنا كل المدربين كل المدربين الموجودين في مجال الخماسي مجرد سبب يعني احنا كمدربين مجرد اسباب، لكن حقيقه النتيجه واي عالم بيترفع لبلدنا في كل المحافل الدوليه هو اساسه ولي الامر، بادئ من ولي الامر وبعده بقيه الجهات اللي بتكمل ده كله. بينموا معانا في التمرين والله. والشكر الثاني لكابتن شريف العريان او المهندس شريف العريان، كابتن عمر اول حد قاله لك مهندس شريف العريان، احنا بالنسبه لنا هو مش رئيس اتحاد لكن هو اب واخ وصديق لكل الولاد حتى لينا احنا كمدربين، فانا فعلا بشكره من كل قلبي، مش على المستوى العملي لا على المستوى الشخصي، لانه فعلا انسان ذو احترام كامل، وانا بكن له كل الحب والاحترام على المستوى الشخصي. يعني. صوتك وبنشكره ونورتنا يا كابتن هشام بامانه، وكلامك واصل للقلب وواصل لكل الساده المشاهدين. اعزائي المشاهدين، دي كانت حلقتنا عن بطلة العالم النهارده للخماسي، وزي ما عودناكم في الابطال دايما بنجيب لكم الابطال الحقيقيين، وبشكر طبعا كل اب وام قدروا ان هم يساعدوا اولادهم وابنائهم ان يكونوا ابطال. بشكركم شكرا جزيلا حسن المتابعه، وانتظرونا مع بطل جديد وقصه جديده والابطال.